السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لتتمة درس تقديم العددين 0 و10، المرجع فضاء الرياضيات للمستوى الأول. اليوم إن شاء الله سنتطرق للصفحة 56 وصفحة 57 من هذا الكتاب. إذا ألون بطاقة العدد المناسب، إذا سنعد الأصابع ثم نلون بطاقة المناسبة. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسعة، إذا سنلون العدد 9. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10، إذا سنلون 10. قبضة اليد بهذه الطريقة ترمز إلى العدد 0، إذا 0 سنلون العدد 0. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، العدد 8، إذا سنلون العدد 8. وأخيرا 1 نلون العدد 1. التمرين الثاني أكمل الرسمة. إذن لدي العدد 9، سنعد هل الأقراص كافية لهذا العدد أم نكمل الرسم. 1 2 3 4 5 6 7، إذن سنكمل إلى العدد 9. 7 8 9 فراشات، سنعد إذا كانت هذه المجموعة تساوي 10، العدد 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذن هذه المجموعة صحيحة. هنا العدد 8، يعني يجب أن نجد 8 أقلام، خصنا نلقاو 8 ديال الأقلام. 1 2 3 4 5 6 7، إذن كم ينقص؟ ينقص قلم واحد، إذن ثمان أقلام. 0 لن نقوم برسم شيء لأن العدد 0 هو لا شيء. هنا 2، إذا يوجد كرة، يوجد قرص، سنضيف قرصا آخر. 1 2، السؤال الثالث، ألاحظ الأعداد وألون بلونين. إذا لنلاحظ الأعداد ونلون بلونين. إذا عندي 9 1 تساوي 10، إذا سنلون 9 مربعات باللون الأحمر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ومربع واحد بالأزرق. 1، إذا هنا 6 4 تساوي 10، إذا 6 مربعات بالأحمر. 1 2 3 4 5 6، وأربع مربعات بالأزرق. 1 2 3 4. نكمل. 5 بالأحمر، 5 بالأزرق، إذا 5 بالأحمر، 5 بالأزرق، 10. 1 2 3 4 5. المجموعة الأخيرة، لدي 7 3، إذا 7 مربعات بالأحمر و3 مربعات بالأزرق. 3 4 5 6 7.
وثلاث مربعات بالأزرق، واحد اثنان ثلاثة. التمرين الرابع، أحيط بخط مغلق كل خطأ وأصححه. إذا لاحظوا معي هنا سنتأكد من كل خطأ ونصححه. إذا تسعة زائد واحد، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسع دجاجات بيضاء ودجاجة واحدة بنية. إذا صحيح تسعة زائد واحد عشرة، تسعة وواحد عشرة. إذا هذه المجموعة صحيحة. المجموعة الثانية لدينا تسعة خمسة خمسة، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كرية حمراء، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كرية زرقاء، ولكن خمسة وخمسة اللي هي تسعة لنتأكد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذا عشرة وليس تسعة. إذا هذا خطأ فلنصحح. ثلاثة سبعة، إذا عندي ثلاثة ديال التفاحات حمرين، ثلاثة تفاحات حمراء وواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبع تفاحات خضراء، إذا صحيح. هل تساوي عشرة؟ لنتأكد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، صحيح. إذا هنا لدي ستة أربعة تساوي عشرة، لنتأكد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست كريات كرة القدم، وواحد اثنان ثلاثة أربعة أربع كرات سلة، إذا صحيح. ستة زائد أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذا صحيح. المجموعة الأخيرة لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمان قبعات خضراء، ولدينا واحد اثنان قبعتين بنيتين تساوي عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نعم صحيح. أتمرن من جديد، أصل بخط العدد المناسب. لدي هنا الصحن الأول به واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع تفاحات، إذا لدي هنا تسع تفاحات، ودائما يمكن لكم أنكم تكرروا العد باش تأكدوا. نعيد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع، إذا سنصلها مع العدد تسعة. إذا تسع تفاحات ثم الأصابع التي تمثل تسعة. إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. الصحن الثاني فارغ، إذا صفر صفر، وتمثيل العدد صفر هو قبضة اليد بهذه الطريقة صفر. في الصحن الثالث كم يوجد من حبة الكرز؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، أو نعد بالحبات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذا عشر حبات. إذا نصل إلى بالعدد عشرة، إذا عشرة والتمثيل بالأصابع هذا هو العدد عشرة. إذا الفراولة، إذا لدي حبة واحدة، إذا العدد واحد، ثم نصل لواحد، ثم بالتمثيل الآخر. إذا لدي هنا كم من مكعب؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا عشر مكعبات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، سنصل للعدد عشرة. ثم لتمثيلها بالأصابع، لدي هنا مكعب واحد، إذا للعدد واحد، ثم لتمثيله بالأصابع واحد. هنا لدي صفر صفر، ليس هناك أي مكعب، إذا صفر. ثم إلى التمثيل بقبضة اليد،
اذا التمثيل الاخير بالمكعبات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مكعبات للعدد 9 ثم التمثيل بالاصابع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اصل بخط كما في المثال. يلا نعدوا الاصابع 1 2 3 4 5 اذا نصل هذه اليد الى العدد 5 ببطء. لدي هنا 3 اصابع سنصلها الى العدد 3 هنا 1 2 الى العدد 2 هنا اصبع 1 الى العدد 1 وهنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العدد 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 إذا هذا العدد 8 1 2 3 4 5 6 7 إذا التمثيل الأخير 1 2 3 4 5 6 إذا لنصلها إلى العدد 6. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.